اولا كنشكر الاخوان سيكسوا وسيكوجيلي اللي كيشرفونا بالحضور ديالهم وكيتبعوا يعني هذا المقابلات ديال يعني واحد الشباب ديال المنطقه جماعه تيمولين اللي غيرين على الجماعه ديالهم وغيرين على الكره بصفه عامه. وكنشكر الجمهور اللي حاضر معنا والاخوان يعني حتى الاخوان من الجاليه كيمثلوا الجماعه ديال تيمولين الحمد لله حاضرين وعطاو يعني واحد القوه لهاد الشباب ديالهم يعني باش يحاولوا يعطيو واحد النتيجه اللي كتشرف الجماعه وتتشرف المكتب وتتشرف يعني الطاقم التقني ولا الاداري. والحمد لله المكتب نهار تاسس يعني البدايه ديالو عنده واحد العزيمه يعني باش يبرز القدرات ديال الشباب اللي كاينين في المنطقه. وتنقول يعني الشباب ديال تيموليلت عندهم ما يعطيو، كاين شباب اللي غيرين على المنطقه ديالهم عندهم الكره في رجليهم. وكنتمنى من المسؤولين يعني واحد الالتفاته لهذا الفريق اللي هو فريق يعني يلاه انشا في البدايه ديالو في السنه الاولى، ورغم ذلك غيعطي يعني واحد النتيجه اللي كتشرف الجماعه ديالو في هذه العصبه ديال تادلا. وكنشكر سيد العام اللي عطى واحد الاهتمام لهذه الجماعه ديال تيموليلت الملاعب القرب والملعب الكبير اللي كيمتاز يعني كيشجع هذا الفريق باش يزيد لقدام ويبين بانه كاينه كره في تيموليلت وكاينين شباب وكاينين الناس اللي غيرين على الفرقه. وكنشكر المكتب اللي واحد المكتب يعني كيتحاور بعضياتهم كيناقشوا المشاكل ديال الفريق كيحاولوا يعطيوا واحد الصوره مشرفه لهذا الفريق هذا. وكنتمنى يعني حد صعيد حد موفق للفريق ديال الشباب الرياضي تيموليلت. وكنشكر المدرب السي محمد الملالي اللي حتى هو كيعاوننا ويعني كيتحكم في هذا الفريق هذا باش يعطي نتائج احسن. وشكرا للجميع ونتمنى ان شاء الله يعني نتائج مشرفه من هنا لقدام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد اليماني كاتب العام ديال الجمعيه. كما قال الاخ مصطفى، السي مصطفى ذكر جميع المكونات اللي حضروا. كاين واحد المكون اللي ديال هما جنود الخفاء، كاينين الناس ما تيبغوش يظهروا للواجهه ولكن هما عندهم غيره اكثر واكثر واكثر واكثر، مورا تيعاونوا بالغالي والنفيس. غير هذه بغينا نرجعوا شي شويه باش خلقنا هذا الفريق هذا، بغينا نرجعوا المجد للتاريخ ديال تيموليلت. تاريخ تيموليلت تاريخ كروي مجيد، ولكن ربما هذيك الوقيته ما كانش وسائل الاعلام ما كانش مسائل، ودابا راه بدينا تنأسوا دابا لواحد الفريق ان شاء الله. و باش نكمل على داك الشيء اللي قال الاخ مصطفى السيد الرئيس، هي نوجه من هذا المنبر نداء الى جميع الغيورين على تيموليلت، كل الرياضيين، كل المكونات ديال تيموليلت، الناس ديال الجاليه اطور، والحمد لله تيموليلت تفتخر راه عنده واحد اطور اطور كبيره، راه مستوى راه بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم راه اعلى مراتب في الدوله، ويديروا واحد الالتفاته للبلاد ديالهم، راه حتى البلاد تتسالهم، راه حتى هما قراوا فيها داروا فيها يعطيوها شويه يرجعوا شويه من الخيرات ويعترفوا الجميل لتيموليلت. وهذا الفريق هذا نتمنى نشكر اولا اللاعبين على هذا الحماس والروح القتاليه، رغم ان نحن جداد في هذا القسم الشرفي الرابع، راه اول مره تتسجل تيموليلت في العصبه. وتنتمناو للجميع الاستمرار، وتنشكروا الاعلام وسائل الاعلام اللي جاو ساندونا من اسمو، ونشكر الجميع وشكرا. شكون جماعه تيموليلت؟ راه الرئيس راه هذوك هما راه هذوك هما جنود الخفاء، راه هذوك هما جنود الخفاء، وراه واخا الدلالات راه شو الحظ. وشكرا لكم جميعا. تبارك الله.